ينحط ما ينحط، كان في دراما صح؟ واضحة لكم الدراما على خفيف. آخر شيء شلته ما بس شغلي مقطع خالد عشان تعلقون عليها كلها مرة واحدة. يلا إيه البلح. أمريكا والبرازيل. الآن الأمريكان والبرازيليين يراسلوني يقولون والله ما أقمناها، واليابانيين والكوريين زعلانين عليك. إجابة خاطئة يا خالد. الحمد لله رب العالمين بخير. هي في كوريا الجنوبية واليابان. اثنين. كح انت ولا تعطيك؟ والله يا كحت كنا مرتب، واضح انك تعبان. لا قال اذا قال ايش يسوي؟ يطلع يرد سلطنة عمان. المشكلة اللي كح البارح كان حلقة صغير، الثالثة طلع بالعومة، فهمت؟ الثالثة هو الثالثة طلع بالغلط، عرفت؟ شرك طلع بالغلط. هو ثنتين. السؤال يقول لماذا هذه الدراما وانتم من قررتم تطريف زميلكم وتخريجه من هذه البرنامج؟ اتفضل. تأنيب الضمير. تأنيب الضمير. عرفت؟ يعني بعطيك مثال. أحيان مثلا تسوي أحيان الأب يخاصم ابنه، بعدين يجي تأنيب ضمير. أحيان مثلا أنت تقول للمتسابق، تهاوش المتسابق هنا في الكمبيوتر روم، بعدين يجيك تأنيب ضمير. أنا أعتقد الدراما هي تعويض لتأنيب الضمير. عرفت؟ أنا أبغى الشو غلط دفوه. طيب برد يكح فيه انفلونزا مسكين. ممكن والله ممكن، او شرب مويه غص شرق ايف. تدري ايش المشكله؟ وش المشكله محمد؟ ما يكحون الا اذا جات الخيارات. يعني واضح كح قبل الخيارات بدر. ليش اذا جات الخيارات؟ نفسي اسال برضو سؤال غير خيارات. ابوي الله يجزاه خير، يعني حتى كح ذكروني في ابوي. ابوي الله يجزاه خير. بكمل كح، خلي كمل كحته يا اخوي. اسف اسف. لا هو دخل بكم عشان نخاف الوالدين. لا ما دخل، خلاص تفضل ليتهم يتعلمون. اسلم بدحر. اذا واحد مع سالفه بايخه يسكت. الكحه غلط، وحتى خياراتك في الكحه غلط. كان الكحه الصحيحه يا اخي الولد ودع. طب خالد الحجي قبل يطلع الله يذكره بالخير قال نحن اقل برجل واحد، وهو ما كان يجلس الا مع مالك ابو لبن، فحتى في البرايم طبعا. لا شوف هي يعني اذا توسع النظره ما والله مش على قلب رجل واحد. على 26 قلب هذا اللي صار في البرايم، على كليتين، على بنكرياس واحد، ممكن على كبد واحد اللي صار في البرايم. تبي في الكحه ولا لا في الكحه؟ لانها تتكرر في كل برنامج، هم قادرين المنهج بالمقلوب. انا اشوف انها استهلكت الكحه في طريقه افضل. كيف؟ بعلمهم. اقترح. ها اقترح يا اخي. قول رقم 2 خلص. ما في شيء، في شيء باللائحه يقول انه غير بس احنا بنطلع. لا نعم في شنو؟ في انه شنو؟ انه غش. نعم تخريب سياسة تخريب الفقرة. من إذا طلع إجابته غلط هذه اسمها يعطونهم مكافأة تضبيط الفقرة. بس أوريدي هو يعني يوم كح إجابته غلط كل الرقم. ويوم قارة إجابتك غلط يعني. المشكلة أنا ما عندي مشكلة في الكحة. ها. بس أنا عندي مشكلة لما تكون مثلاً يسأل سؤال تمام لأحد المتسابقين، تمام هذا زياد وهذا المتسابقين وهذا البوديوم صح، هنا المسرح هنا الستيج مع زملائه. لف على خيالي. لف راسك، كلنا ندري إنك تبي تأخذ الإجابة من خياك. بيقول بيغشش كذا. ما تلف راسك هنا يا ابني. كح خلاص سامح. خل الكح وصلنا للمرحله الثانيه اللي هو الاجوبه للاسئله بدون خيارات اللي هو المرحله الثانيه. فهو يلف كذا بيشوف يعني في احد بيقول له علي بن ابي طالب، فهمت؟ يحاول يقرا الشفاه يعني. تلف راسك ليه؟ اذا قال والله افكر يعني معلش احنا ما نبغى نوصل مرحله نوصل لاداره الرجاء انه البرايم كامل بدون كح، يعزلون المتسابقين في الهنجر ويغلق عليهم، واللي عندهم برايم يجلسون هنا. هذا لا جاء فقره اتصالات الله يحييك. لا انا عكس. انا العم منيب يقول في الاسئله اللي ما فيها خيارات الكح اختفت سبحان الله. تعال جو انا ضد بنادول. اي لان جاء دفع شغلهم كيف دفي. حتى لو بكح ترى هو كح. هو المستوى الثقافي كم تقيمه من 10؟ مستوى ثقافي إيه؟ 7000 بالسالب. يعني انا ما اعرف سالفه الفيل ما اعرف وش البيت حقه ما ادري وش، بس ما اقول خليه صح. ما اقول خليه. واضحه ما استظرف. ما استظرف. واشنطن صارت باوروبا. واشنطن البيت الابيض صار باوروبا. البيت الابيض يعني انت هم واشنطن انت ما شفت؟ لا ما شفت البرايم الاول يا شباب. يوم يسأل قال وش عمله ما ادري وش الدوله، قال ولو قال وش العمله الثانيه، السؤال الثاني قال يو نو
حقت الين حقت الين يبغى يقول ين قال غششوا غلط غششوا غلط احنا مع الامين عرفت عرفت هم يبغون يغشون اليورو عرفت ايوه وهو شبك الين الياباني مع اليورو يونو يونو يون تدري ايش يعني اسم الصين القديم قال تقصد اليورو قال ايوه اليورو ايوه ذي ايوه ذي سالم مساعد زاب ما هو اسم الصين القديمه او القديمه قال ولو بيحط اي حرفين مع بعض تطلع لغه صينيه قال برميه كذا قال يعني ولو اشكالهم والثقافه واضح انهم متوترين علي تدري شو المشكله الخيارات يعني في خيار منطقي خيار منطقي وخيار غير منطقي فكر يعني عادك اي غير منطقي هذا انت تستبعده اوريدي انت تقعد يصير عندك 50-50 يعني ممكن هنا صح ممكن هنا صح هم يختاروا اجابه غير منطقي يختار مثلا اقول لك ما هو المشروب ما هو وجعنا من الماء كل شيء حي ما هو هذا الماء الشاي القن لا لا مو الشاي القنفه القنفه المخده البيبسي يعني المفروض تستبعد الكنب طبيعي القنفه القنفه احقاقا للحقوق هذا حقوق تقول بيبسي والماي بس لو تفكر بيبسي ما كان في زمان بيبسي فايش تقول تقول ماي الله يا سلام الاقرب على طول صح هنا ايش حللت حللت صح حللت القنفه لا 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 في واحد كح يمكن قبلها بقى السؤال قبلها عرفت باقي في واحدة ناشبة كح في الوطن فسل انت كنت تقول جيب له ماي الإجابة جيب الإجابة الصحيحة بعد انت كنت تقول انه تأنيب الضمير تمام خلينا نشوف الحالة اللي ما بعد تأنيب الضمير تأنيب الضمير طيب يعني انه غلط تأنيب وخاماته نص ساعة نشوف ايش صار بعد نص ساعة قل الكلام ارحبوا ارحبوا يلا حيهم يعني هذا اسمه هذه لا يا حرام عليك هذا اسمه محاوله اغماء الضمير يخفون لان عورهم يقتلون الضمير عرفت فهم تانيب الضمير بعدين محاوله اغماء قتل الضمير الله لا يوفقك علي يعني اتوقع ايش تتوقع شكل خالد ويطلع فيهم كذا يعني ايش هذا المشكله يعني دائما بعد يعني بعد البكاء ما في حاله فرح ابدا يعني انا حصل لي موقف انه في حاله بكاء على خروج متسابق بعدين دخلوا ويتعشون عادي يتعشى وهو يصيح وانا صغار كنا ننطق صح. ناكل ونصيح ونرقد ننام معذورين لكن تصيح بعد عقب ربع ساعه دق وتضرب ايش مراحل الحزن هذه جديده مراحل الحزن خلينا نحل مراحل الحزن بكاء عرفت بعدين سكوت من البكاء وحزن كمد في القلب ثم انك تصير عادي طبيعي عرفت ثم تبدا مظاهر الفرح لكن بكاء فرح ما يجي ما يجي ما تبكي بعدين ما, ما, ما يجي ما الا في حاله اذا كان عندك رباعي القطب ما يجي هو لا واضح انه هم زي ما قلت لك قبل شيء كنت اتكلم معكم قبل شيء قلت النسخه هذه تفتقد مساله واحده ممكن تكون لو مفصله بالتفصيل ممكن تكون متسابق ذكي متسابق مثلا نقول خبيث متسابق في شويه لكاعه متسابق غبي. متسابق مثلا في نسبه نوعا ما درجه الذكاء اقل تمام هم شو حذفوا متسابق شخص ذكي شخص خبيث شخص في متوسط ذكاء حذفوا المتسابق هم حذفوا فكره انك انت متسابق انت امام شاشه لازم تمشي في المراحل كامله يعني مو طبيعي اني اطلع مثلا من حاله عزاء مع زي واحد من خيال العصر اطلع على المغرب والله رايح اعرض عرضه كان يعني اصور في السناب وارسل ستريك غلط لا لا غلط انا بدنا نقول بالعكس عكس انا شوف انا شوف يعني برايم طالع من برايم اضطراب مشاعر بس حركه عايل هذه انا اسويها اذا ابي حاش وحالي دائما مو لازم اسجل رياكشن اذا هرب لي غلط ايه انا احقد مو لازم اسجل رياكشن هذا بعدين في نقطه ثانيه يعني لابد لا لا اعترض دقيقه لابد تروح تسجل له موقف لازم موقف. لازم عادي بدون تسجل موقف ابكي لا رياكشن هو الموقف نفس يعني رياكشن ما سجل موقف ايه. نفس رياكشن موقف خلاص تبي رياكشن الحقيقي محمد محمد بسمره يلاحقه وش تقول خالد الحجري طلع من البرايم وودع القري قال هو واضح متلخبط مشاعر قال ايه؟
يستاهل. هو واضح انه فعلا ذاك الوقت كان حمد ما هو في الوعي، مو مركز صح، فتحس انها كانت حقيقية. لكن صدق خلنا اليوم نتكلم عن نسخة، يعني خلال الأسبوع صارت احداث غريبة عجيبة اليوم فعلا، انه انت امام شاشة تمام وزميلك غادرك وبكائيات، وشفنا لطم وفي غرف الملابس ابو سمره يحاول انه يعني يتلاحق الاحداث، وحدث عاجل وفي الجروب وحالات اغماء، الاسعافات كلها برا، بعدها بربع ساعه هذا المظهر يدق علينا جارنا يشتكي من في ازعاج. ازعاج يا اخي عندي بس طلب، بس صدق عشان تكمل بس يكمل ابغى فيصل بن هدلان باذن الله. فيصل ابغى فيصل هدلان. طيب فيصل هدلان نحتاجه معنا في الكوفي شروم، في ما يجي فيصل تفضل. انا احس الامانه يعني ايه فقرة ما بعد البرايم هذه انتهت، يعني هم يرون ان بس هذا الوقت المتاح لهم انهم يستعطفون الجمهور، انهم يستعطفون. لا لا ليش تحزن البرايم؟ ليش تحزن؟ ليش تحزن؟ طلع من القريه وراح بيتهم يا اخي. هذا الشيخ عادل قلني يقدم لا تحزن، قدم باب لا تحزن. صح لا والله تحزن. صح انا الرجال جلسهم لا تحزن، تبغى انت تافت حزين خلاص يعني لا تستعطفون خلاص الاسبوع الجاي يا جماعه بتكون. يا ولد الله يحفظك ويستر عليكم في محمد كلامك صح، احنا ما نقول انه كذا نوقعك عاقد من ضمن البنود، لابد ان تبكي في البرايم عادي ما عندي مشكله، بس لا تظهر مشاعرك كانك مفارق احد اعز اصدقائك واقاربك بعد بربع ساعه تنافي هذا الشيء، فهمت؟ انت تسوي اضطراب حتى على مخ المخرج يقول وات، حتى بابا قالك بعد فهمت الفكره شوي فهد. انا قلت في تسلسل يعني ممكن تقول والله نجتمع مع بعض نسولف الواحد يعني يا الله يمطل السالفه ليه ما له خلق مدع خوي شوي يعني حبه حبه بكره اليوم الثاني ممكن ترتب الصاله نرتب شوي اغراض لكن فجاه بعد بربع ساعه احتفاليه هذه ما ادري كانه يقولوا الحمد لله ارتحنا من الخارج وهذا اللي كان هذا والله اللي صدق اللي حيصير موجود يحصل لو ظهر النابله لو خرج ايش بيصير؟ سيرقصون طربا وفرحا. فيصل موجود معنا اللي صدق حزنه صدق مصعب صدق انا والله صدق مصعب كان واضح قسم بالله يا اخي انا اتوقع مصعب ما تاثر من الحجر الاجواء تاثر من الاجواء الاجواء العامه اي الاجواء الشيء الاجواء ممكن تاثر في كثير من الاحيان حتى شفت رجل يبكي الشخص اللي بكى غيره يعني حتى تاثر الجمهور في 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 مصعب في هذه اللحظه يعني الجمهور يفهم حكايه البكاء ترى مش ابو سمره صوره إيه لكن ابو سمره اشرق مصعب لين قال خلاص يا خلاص يا خلاص يا حبيبي طول بس طول تلطم تروح عند الجدار فكني فيصل موجود معنا؟ شرط ابو سمره ابو سمره؟ اي ابو خلاص بنقل برنامج على السناب ليش بنطلع؟ والله يمكن والله احيانا على السناب اطيب منه على الشاشه. فيصل موجود معنا؟